يتجلى بسجايا مولاه، وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله. صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى، نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعد لي أوقاتكم مهما كنتوا عم تتابعوني بأي وقت عم تتابعوني فيه. مثل ما كنتم شايفين هلا عم بعمل انا ترموس شاي، ترموس نحن بنقول عليه تحفظ الحراره يعني هي. فهلا ماما شوي ضايق خلقه وحبينا نطلع شوي نشم الهواء بجنينه بالسياره يعني، فساويت شاي وحطيته بالترموس. ايه هلا رح اشربه كاسه شاي لزوجي قبل ما نمشي مشان يصحصح لي راسه لانه نعسانه بس بده ينام يعوض النوم تبع رمضان. ايه وحاملين حالنا ورايحين، وهي احلى كاسه شاي لابو حميد. والله احترنا وين بدنا نروح، قام اجى ببالنا انه نجي على الحديقه. اجينا على منطقه اسمها المزه، ماما داخل قالك ما في حدا نروح لعنده. هي ماما هلا هلا شلونك؟ والله شو بدي الخلق داخلنا يعني ما بنعرف وين نروح وين نجي عن مين بدنا نروح. ما بتحسي يا الله يعني مو بس المغتربين امي داخل انه نحن كمان داخلنا، نحن اكثر من مغتربين. ليش؟ احنا بلدنا ما معلي صوتك شلون عم يقولوا لي صوت كثير منخفض. بلدنا مغتربين نحن ببلدنا مغتربين. اي والله اي والله مع الاسف ما عندنا حدا، ما في حدا. اختي مسافره، اولادي ثلاثه مسافرين، امي ميته، ابي ميت، جوزي ميت، مالي حدا. انا كمان مالي حدا. الحمد لله الله يطولنا بعمرك. هي حديقه هون مشان شو؟ احذري مشان شو؟ مشان تضلي معي على فكرة لأنه مكتئبة. وين؟ فوق هذا فوق. هلا عندي زمان بسط بسط بقول مشان أمك تشربوا شيء تروق شيء. الله يروق. هي أبو حميد الحلو. هلا هلا. هي زيودة صديقكم. تعرفي أنا بتقلقوا طابة يلعبوا فيها. وعك توعي يحيى. بسم الله عليك. بزوم ما شاء الله. نكتعي نكتعي. أهلين يحيى. جنة هذا هون الكراسي كأنه أريح من هنيك. كراسي هون خشب. هاي هون خطرة. يي روح لعنده، خاف يوعى من هون لا سمح الله. خليك مع زهورة. شو يحيى؟ يا حيوني تعي لعندي. كمان هي مكسورة زهير. تعي لعندي انا بياعة تمر هندي. يلا تعال. اوه عم صورك. وينو يا عمرني يا عمرني يا عمري. تعي يلا انزلي انزلي بطة مكسورة. ايه تعي انزل انا هون مكسورة. انت بس نساوي الفيديو احسرش. ايه عم بنفذ اوعي. يلا انزلي يلا حط اجرين. واحد اثنين ثلاثة يا قلبي. يلا انزلي. بسم الله عليك. بسم الله يا روحي. بسم الله عليك وعلى بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة. الصراحة ماما متضايقة اليوم ما بعرف يعني يمكن، بس يعني أنا بعرف يعني كرمال بابا يا حرام انه مو معها ومتعودة يعني تكون معه مثل هالايام يعني يكون معها. هي ثاني عيد بلا. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. والله كلياتنا حزنانين مو بس هي، بس هي زياده يعني سبحان الله شريك روحها يعني وليفه. فهيك سبحان الله يعني ما لها رايقه وما في حدا يعني تروح هيك لعنده تقعد عنده رفيق مثلا صديقه قرايبين. صبح شو كانت عم تقلي انه عم تقلي داخلي قوم نروح قوم نطلع نعمل فتله نشم الهواء.
طلعت هيك قالت لي بمين انا بدينا بدينا وين جوزي بدي جوزي بس هي عم تحكي هيك وغاصة حرام بصراحة. قالت لي بدي جوزي بدي نقف جوزي هو الوحيد اللي بتحملني. قلت لك انا ايه فيني طبعا بنسمعك شو بدك. قالت لي ما بدي شيء. هيك حملت حالها وطلعت برات الغرفة قعدت بالصوفة سوينا قهوة شربنا قهوة مع محمد مع زوجي انا لأمي بس بنروح بنشم الهواء بس حاسستها مالرة. هلا هي قاعدة هنيك انا قاعدة هون مع الاولاد كرمال عم يلعبوا بالالعاب فقت لحالي لأحكي لكم احكي لكم افسد عليها. هلا هي بدها تشوفني بالفيديو شو حكي رقولي اياها بتعليقاتكم. هاي لكم عم بيلعبوا الله يحميهم يا رب. شو يحيى الله يرضى عليك يا زهير الله يرضى عليك كل ما اشرقت الشمس وكل ما غابت الله يكلي لك بالرضا يا رب. هلك ولا زهير يا حرام مش معي ها مش معي اذا شاف ولد ايه مو اجتماعي كل ما بشوف ولد بيهرب منه عندي زيد هيك كمان مو اجتماعي ابدا زيد بحاله حتى بمدرسته بيعكس زهير زهير اجتماعي ما شاء الله عليه. وين المشتاقين للشام يا مشتاقين للشام بتقولوا لي نحن بفرفح قلبنا وقت بنشوف الشام وشوارع الشام وبنايات الشام وحدائق الشام ايه شو بدنا نعمل هيك الله كتب علينا الحمد لله. الله يفرجها عليكم وعلينا ترجعوا لبلادكم سالمين يا رب لكل المغتربين. باي يحيى باي تمسك تمسك عبيلي باي يا قلبي باي يلا نروح نروح نشوف تيتا نشتري اكلات طيبة شيبس بسكوتة. رايحة لعندها هلا هلا راح اصير كلها ان شاء الله الحواجز الحمد لله. صور زهورة قعدت توتي فروتي ماما ماما ضل بالهم عندك مشتركات قلت له انه ماما مالي رايقة ايوه والله مالك رايقة نظرة نظرة ضل بالهم عندي ليش عم تبعتي هلا يعني والله يعني صراحة بعتت بس ما كنت مالك ان شاء الله هيك ناخذوا كراسيكم بابا رأيت شوي صبوحتي زكاتك خذ صور لي هنيك نحن بدكم تشربوا بوضة عشان مشاهداتي ينبسطوا معي مسكر؟ ايه والله مسكر يا حلو لك الشمس ما شاء الله ايه شوف الشمس ما شاء الله يلا مالنا نصيب اطلعوا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. يحيى ورجيني نزلوا نزلوا ايش عم يبكي؟ يي مين هاد يحيى؟ ورجيني يي بيرعب بيرعب يلا اتركوه اتركوه بيخوف هذا الزلمة عم ايمه مش عم يرعبني على الاسف هلا برجير يا امي يا امي الحارات قديمة او الرجل الاخضر لا هذا هيك فتتنا على البيت هلا فتنا جبت الاكل للقطة شوفوا طولي بالك طولي بالك جوعانة تركناكي بالاكل نحنا ايه على راسي
يلا استني استني ان شاء الله صحة وهنا. يلا كيلي. يا حرام قديش جوعانة يا صبايا. انا كان عندي قط بس هو شي رازي كان بياخذ. لا والله شو زعلنا عليه وماما شو زعلت عليه. لذلك انا بحب القطط بحب اتني فيهم. ف يعني ولدت عندي على الشباك قلت لكم. وهذا البيت اللي قاعده فيه هو لبيبو القط اللي كان عندي. هلا هون عملت لها ماما كمون وليمون كاسه قلت لحالي مشان ترتاح اخطي لان كثير تعبان كان الكولون عنده مشان هيك داخل او دا نفسها عرفتوا هيك طلعنا هنشم الهوا شوي بجنينه. هون بقى اجوا المعنا للضيوف المعايدين والمحبين ما بيجي لك المحب طبعا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. امي يا امي كيفك شو اخبارك؟ اليوم ثالث يوم عيد وما اخذت العيديه. شو مشان؟ يعني هلا انت تذكرت ثالث يوم بالله حبيبي؟ ما شاء الله حولك. يعني شو بدك هلا؟ اللي اعطيني من الاخر بدك تطلع مع رفقاتك يعني الظاهر ولا بدك تشتري شيء شغله؟ جزء من هذا الكلام. شو شايفه معك دستر؟ يعني شو هلا قديش؟ بدك 5000 من الاخير؟ لا بدي تقريبا 20000 او اكثر تقريبا بشوي. ليش شايف يا مو؟ سجلوا انا من بدايه شهر رمضان تقريبا. ايوه امس عامل لي قائمه وجاي هات لشوف. هات اولا سعر اللعب مع اخي الصغير 20000. سعر تنظيف غرفتي مسجله ما شاء الله وبالفصحى مظبط امورك. سعر ذهابي الى السوق 4000. ومساعدتك وساعدتي لك لانه هون كاتبه بالفصحى. ايوه وساعدتي لإلك بالبيت 3000. برافو. سعر دراستي 4000. برافو كمان هي بدك تحاسبني عليها. لا هي عملت لها خصم. هي كانت لازم تكون. شكرا بس لانه الشيء لإلك يعني راجع لإلك. بس يعني هيك فالمجموع النهائي بيطلع 20000 ليرة. فمنضيف عليهم العيدية بصيروا 25000 ليرة. ماشي ماشي ماشي. أنا بحبك كتير على فكرة ماما. هسجل هلأ عندي مقابل تسجيلاتك ماشي؟ تمام. حملي وولادتي لإلك ببلاش وبدون مقابل. يا سلام. الحليب الكامل الدسم اللي رضعته مني ببلاش وبدون مقابل. تغيير ملابسك وحمامك وتنظيفك وتغيير البامبرز. تغيير بامبرز لمدة 2 سنين وملابسك وحمامك لمدة 8 سنين ببلاش وبدون مقابل. كل الليالي اللي سهرتها جنبك وانت مريض وقلبي خايف عليك وقلقانة ببلاش وبدون مقابل. التعب ودموع 16 سنة ما زالت ورح تضل معي بدون مقابل ببلاش. رح تستمر. الليالي اللي خفت عليك فيها وعلى اخواتك والفزع والهم قاتلني وعم فكر فيكم ومستقبلكم كمان ببلاش ببلاش بدون مقابل. سعر الالعاب والفسح والتياب والاكل كله ببلاش ومسامح فيه وبدون مقابل. بعد الحب دقيق اللي تعمل